إلى ثلاث مصفتات من نوع IRF Z44N، وأيضا نحتاج إلى ثلاث مقاومات 1 مليون أوم، وأيضا نحتاج إلى مكثفين بقيمة 10 نانوفارات بالرمز 103. في البداية نقوم بتلحيم قطب السورس للمصفتات الثلاثة وقطب السورس وهو القطب السالب للموسفت. نقوم بتلحيم القطب الثاني للموسفت أيضا السورس، وأيضا القطب الثالث السورس. الآن نقوم بتلحيم المكثف بين الجيت والسورس. الجيت وهو البوابة أو مدخل النبضة أو الإشارة، وأيضا نقوم بتلحيم المكثف الثاني بين الجيت والسورس كما في الشكل. الآن نقوم بتلحيم المقاومة بين الدراين للموسفت الأول والجيت للموسفت الثالث. الدراين وهو القطب الموجب للموسفت. الآن نقوم أيضا بتلحيم للموسفت الثاني قطب الدراين مع الجيت للموسفت الأول. المقاومة الثالثة في الدراين للموسفت الثالث وبين الجيت للموسفت الوسطي أو الثاني. أما المحرك يتكون من 4 أقطاب، القطب الأول وهو الموجب، أما الأقطاب الثلاثة تكون الأول والثاني والثالث. نقوم بتلحيم القطب الموجب وهو يكون الأول، القطب الثاني وهو يبدأ بالأول، أما الثالث يبدأ الثاني، أما الرابع هو الثالث كما موضح في الشكل. الآن نقوم بتوصيل القطب الأول في دراين الموسفت الأول، أما الثاني نقوم بتوصيله في دراين الموسفت الثاني، أما القطب الثالث نقوم بتوصيله في دراين الموسفت الثالث. نقوم بتلحيم القطب السالب الآن. تم اكتمال الدائرة، سوف نقوم بتجربته. نستعمل بطارية 4.5 فولت، وأيضا يمكن استخدام بطارية 5 فولت أو أي مدخل كهرباء دي سي. نقوم بتلحيم القطب السالب الآن. سوف نقوم بتشغيل المحرك بتوصيل القطب الموجب، والدائرة تعمل بشكل جيد ومثالي وبدون الحاجة إلى تعقيد. تابع الفيديو لمشاهدة المخطط، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وتحياتي لكم أصدقائي.